انا بصراحه ما عرفتش اعمل مقدمه خالص 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 على الفيديو ده، لان مصدومه من هناء مغتربه في فرنسا، من اللي هي قالته من اللي هي عملته في اللايف. كان بس مباشر، كان فيه اكتر من 3000 شخص، حكت كلام كتير وقالت كلام كتير وكلام ما يصحش وكلام عيب وكلام. ازاي اقصف اختي بالطريقه دي؟ حتى لو انا اختي مش كويسه، حتى لو انا اختي مش متربيه، بس في الاخر اسمها ايه؟ اختي. انا بعيب فيها كاني بعيب في نفسي بالظبط لما اقول على اختي والعياذ بالله بنت حرام او واحده نصابه او واحده كذا او واحده كذا. ما في الاخر اختي، يعني انا، يعني انا كاني بشتم نفسي. هناء انت طلعت في اللايف وكنت منفعله وقلت كلام كتير قوي، الكلام ده انت هتتحاسب عليه دنيا واخره. في ناس كتير قالت ان انت كنت حابه تعملي ترند، حابه تطلعي مشاهدات النهارده. هناء انت عندك ناس كتير قوي بتتابعك، انت داخله على المليون ما شاء الله عليك، يعني احنا مش بنحسدك، بس بجد حرام اللي انت بتعمليه. واكبر غلط، اكبر غلط، اكبر غلط ان انت تطلعي تشهري باختك على المباشر في بث مباشر، من المفروض ان انت عندك الخاص بتاعها، اطلعي عديها، ادخلي عندها في الخاص وعديها، ابعتي لها حد يكون كبير يعقلها ويقول لها ان انت بتعمليه ده غلط. ثبتك او راحت للناس اللي هم اعدائك او اتفقت معاهم، او زي ما انت بتقولي اشتروها بالفلوس او كذا او كذا. انت قلتي كلام كتير او اكيد الناس كلها سمعته دلوقتي، بس انا من حق الرد ان انا ارد عليكي. انا مش مع اختك ضدك لا ولا اي حاجه طبعا، وفي نفس الوقت مش بأيد كلامك، مش بأيد اللايف بتاعك، مش بأيد الكلام اللي انت قلتيه كله، لان بجد الكلام كله ده يعني قللتي. ما تزعليش مني، من والدك، من والدتك، من نفسك، من اخواتك، من اختك اللي انت طالعه بتتكلمي عليها في اللايف. ماشي هي مش كويسه او اي حد مش كويس، الله اعلم بقى اذا كانت كويسه ولا لا، بس ان انا اطلع بس مباشر عشان اعمل ترند، ده انت كده عملت الترند يا هناء، وبامتياز بامتياز. انت كان عندك 3000 في اللايف، ليه الناس بتحبك وبتحب تتابعك وبتحب تشوفك وتشوف بناتك وتشوفك مع بناتك وتشوفك في فلوجاتك وتشوفك في فيديوهاتك؟ ليك متابعين كتير جدا ومن كل الدول مش من مصر بس، يعني انت مصرية وعايشة في فرنسا لكن ليك متابعين من كل الدول العربية وكلهم بيحبوكي، بدليل بوكيه الورد اللي جالك لما عملت لنا الفيديو اللي فات. قلت ان كنت خايفة من حد او من عصابة او حد يكون عايز يموتني او اعمل لي حاجة في بوكيه الورد، وطلع من واحدة من معجبينك، طلع من بيلا. يعني انت فعلا في ناس بتحبك، في ناس بتحبك. وانت في اللايف ده لو كانت داخل ليكي واحد بيحبك قصاده 100 مش بيحبوك، عاوزين يشمتوا فيكي او في اهلك او في اي حاجه يسمعوها منك، يطلعوا بقى فيديوهات ويقولوا بصوا هناء بتقول كذا على اهلها او على اختها او بتشتم اختها او كذا او كذا. لا انا مش معاكي في اللي انت قلتيه ده، انا طالعه بنصحك نصيحه لوجه الله، لو تقدري تحذفي اللايف ده احذفيه، البث المباشر ده احذفيه، وما تزعليش على مشاهداته ولا على الربح بتاعه، بالعكس انت كده بترجعي قيمتك لنفسك، بتبقي قدام نفسك غلطتي وحذفت اللايف، يعني اعتذرتي بشكل او باخر، حتى قدام بناتك. يعني بناتك مثلا ما يجوش يعبوك ويقولوا ايه يا ماما اللي انت عملتيه على البث المباشر ده، الناس شافته، الناس قالت، الناس ليه؟ ليه يا هناء؟ ليه يا هناء؟ انت اكبر من كده واعقل من كده وليكي محبين وليكي معجبين عشان تفضلي في مستواكي. عمر الدم ما بيبقى ميه، عمر ما فيه هتقدري تقطعي دراع من جسمك وترميه او صباع من صوابعك وترميه، لان دي اختك. صلحي منها، شوفي ايه اللي خلاها دفعها تعمل كده، ايه اللي خلاها تعمل كده. وانا لما بأحسن لاختي او بعمل لها حاجه ما اطلعش اعايرها، ما بقاش عملت لها الحاجه واطلع اعايرها بيها على المباشر. انا عملتها بيني وبينها، اطلع اعايرها بيها على المباشر؟ يا ريت تقولي لي ايه رايكم في التعليقات في اللي قالته هناء، وفي تعليقي انا على كلام مدام هناء. طبعا انا مش طالعه ان انا بعنفها، لا انا طالعه بنصحها نصيحه لوجه الله، وبتمنى ان هي تحذف البث المباشر ده، لان بجد كلام اساءه ليها اولا، ثم لاختها والاهلها والاخواتها والبابا ومامتها الله يرحمهم. بنتمنى لها يا رب التوفيق مدام هناء. ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير للفيديو وتعليقاتكم الجميله، وتقولوا لي انت بتتابعوني منين، ولازم تكتبوا لي رايكم في كلام مدام هناء، هل هي على صواب ام على خطا؟ والسلام عليكم.